سلام، كيفكم علي الطارق ويا ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. تعبكم قد الدنيا، حبكم كتير كتير. اليوم رح نعمل أول وأكبر تجمع لليوتيوبرز العرب بهولندا. اللي حيصير اليوم انه اتفقنا نحن وعائلتين يوتيوبرز تانيات هم موجودين بهولندا يلي هن عائلة رغد ومروان وعائلة حسام ورولا، انه حنعمل فيديو مشترك مع بعضنا، حيكون اول مرة واكبر تجمع لليوتيوبرز بهولندا. الحلو بالموضوع انه حنصير نعمل فيديوهات مشتركة مع بعض كل فترة وفترة، اظن هذا الشيء حيعمل محتوى كتير قوي، انتو حتحبوه كتير. لهيك اي حدا منكم عنده فكرة فيديوهات مشتركة حطوا لنا اياها بالتعليقات، اذا حدا حابب تحديات، حدا حابب مقالب، حابين اي نوع من الفيديوهات. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لنا كتير كتير لايكات. بصراحة نحن كل الفكرة كانت اليوم انه نصور فلوج عادي، انه حصير التجمع وفي عائلتين معنا، فانه الفكرة حتكون حلوة. بس هلا وصورنا المقدمة، انا ويارا خطرت لنا فكرة كتير شريرة يلي هي انه نعمل فيهم مقلب. وبما انه اول مرة حيجتمعوا ثلاث عيال مع بعض فاكيد ما رح يخطر لنا المقلب بالمرة وحيكون كتير 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 حماس وحلو يعني. وانا مثل ما حكيت لكم دائما انا بحب المقالب اللي ما لها متوقعة، يعني انه حتكون ردة فعل كتير غريبة. انا اظن هيك يعني انه بس ما قلنا مش المقلب. المقلب هو اللي حيكون هو مقلب الاستفزاز، رح نحاول نستفزهم قد ما بنقدر، نشوف اذا حيعصبوا. ان شاء الله رغد ومروان ما يقلعونا من البيت من عندهم. يعني انا طلعوني ويا شو بده يصير معي. وهلا صرنا جاهزين وصرنا بالسياره على الطريق رايحين لعند رغد ومروان على البيتون. اللي حيصير انه بيتنا صاير مثل هيك هون، وبيت حسام ورولا هون، اما بيت رغد ومروان صاير بالنص تماما. فلهيك يعني كان اسهل شيء انه نجتمع عندهم بالبيت، يعني هيك بالنص بين بيتنا وبين بيت حسام ورولا. الفكره انه احلى الحمد لله انه عندهم بالبيت، لانه ما حلو كنا نعمل فيهم مقلب هيك يعني اول مره بنجتمع وعنا بالبيت، فانه حيكون الموضوع غريب شوي. اما عندهم بالبيت هي حتى عندهم بالبيت ما حلوه. بس يعني هون شوي يعني حرام، احسن ما انه يزعلوا منه ويحملوا حالهم ويمشوا. هي ما حدا نزعلهم كمان كثير حرام. لا بده يكون مقلب قوي. ما بصير يعني احنا قررنا نعمل مقلب فلازم المقلب يكون قوي. واكثر حدا مبسوط بهذا المشوار اظن هو حسون. شو هذا؟ انا مبسوط حسون كثير كثير لانه حضر. شو انتم بتعرفوا الاولاد يعني مثلي انا واحد بحب اولاد اليوم ثلاث بنات، يعني بعرف بنات وضع بقول الصبي بس معلش. يا سلام. مين هن؟ ميلا سيلا ودسة ميلا. هلا وصلنا على بيت رغد مروان واخيرا. المشوار كان بعيد شوي بس فورا حنفوت ونبلش بالمقلب، حيكون مقلب كتير قوي، خليكم معنا لاخر هالفيديو. وصحيح شغله كمان حينزل فيديو قلنا مع بعض على قناه رغد مروان، حتلاقوا رابطه تحت بصندوق الوصف، وكمان في فيديو على قناه حسام ورولا، روحوا كمان شوفوا، كمان حنكون كلياتنا مع بعض، رح تلاقوا كمان بصندوق الوصف. هدول الفيديوهات الثلاثه حيكونوا هي بس افتتاحيه هيك لجمعتنا مع بعض. الفيديوهات الجايه انا اظن حتكون اقوى بكثير، رح نخطط لها. اليوم الفيديو ما له مخطط نهائيا بصراحه، كان هو فيديوهات عفويه، حيكونوا المقلب بس نحن طبعا مقلبنا هو مخطط، اظن فيديوهاتهم هي حتكون عفويه. فخلونا نروح عند الباب ونبلش. يلا يلا سلام. اليوم اول تجميع لليوتيوبر العائلات العرب بهولندا. مثل ما كنتم شايفين معنا اليوم رغد ومروان وعندنا هون حسام ورولا. لا تاخذونا البيت مكركب شوي مثل ما كنتم شايفين، بس يعني لزم التصوير ما في مشكله. ورولا لما عرفت انه احنا جايين لعند رغد ومروان اليوم فعلقتني كثير لحتى تجي معنا. حرام حرام يعني قلت لحالك حرام. مين قال لك ثاني ليش؟ مو انت دقيت لطارق؟ انا دقيت لطارق صح؟ طارق دقلك يعني. صحيح والله هو دق لي. انا برايي بالموضوع ما حكينا مع بعضي، عرفت؟ يعني خلص احكي تصوير هيك عادي، عرفت؟ طب هو دق لي صحيح انت انا خلص. ايه مزبوط. طب خلونا نعيد. ايه خلونا نعيد. خلونا نعيد. خلونا نعيد المقدمة رجاءً. طيب خلونا نعيد المقدمة. يلا عيد. سلام مع بعض. يلا واحد ولا عادي بدك كمل انت طبيعي؟ ايه نحن عادي بنكمل نرجع المقدمة. واحد اثنين ثلاثة سلام. يا عائلة طارق ويارا يا احلى عائلة بالدنيا، اليوم اول تجميع على اليوتيوبرز العرب بهولندا، معنا رغد ومروان ومعنا هون حسام ورولا. البيت ماله مكركب مثل ما لكم شايفين، ونحن اتصلنا، انا اتصلت بحسام وقلت له انه جايين لعند رغد ومروان، فانه هيك نصور كلياتنا مع بعض. اي والله تعال صورني شوي بدي افرجيهم شغله. شو؟ بس اول شيء بتحسي انه تعب. الله فرجيهم للمتابعين شوي صعب بس رغد ورولا لابسين مثلي تماما، وقلدوني كثير باللبس اليوم ما بعرف ليش. بالله فرجيهم بس يعني انا ما عندي مشكله. لا انا ما عندي مشكله خلاص ما في اشياء يعني عادي. حتى الالوان مو مثل بعض. لا اي اشياء انا لابسه سبورت شيك، انت لابسه بلوزه وبنطلون اوكي، حتى الالوان كلين بس لا عمونا بتصير لو سمعتي. لا لو سمعتي
قلبناها. اوكي كنزه وبنطلون. نفسي مثل كنزه وبنطلون. صح ولا مو صح؟ كنزه اه هيك قصدك؟ بس هيك قصدك عن جد؟ ايه اه انه لابسين كنزه اه. وانت كمان بتوافق الرأي؟ ايه مو نفسي مثلي؟ يعني انا شايف ايه انه مقلدينا يعني بصراحه. لازم نلبس كنزه يمكن. ثاني مره ممكن بحكي معك تليفون وبسالك. ايه لازم كمان قلت لك حلوه تقلدوني يعني. ايه اوكي انت عم تحكيني عم تمزح بظن عم تمزحي صح؟ لا 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 بشو قلدناكي طيب؟ لابسين مثلي بنطلون وكنزه ما بصير. ما كل الناس لابسين بنطلون وكنزه. حتى جوزك وحسام ما حلو انهم يلبسوا فستان يعني. طب خلص خذيني شو بلا بلا هالمقطع شكله مضايق وبلا هالمقطع شكلهم اتضايقوا خلص بلا هالمقطع بلا هالمقطع لإلك شغلة تانية تحكيها مروان لازمين طب تعرفنا يعني لحالنا قاعدين وانت قاعد بالمطبخ والله حقك عليه بس والله العظيم بس كم ساعة جايك بس شوي بس ما حلو هيك يعني يعني طب نحن ضيوف عندك يا زلمة يلا جاي والله عن جد خلص هلا جاي بس ثانيتين والله العظيم يلا خلصت اسف كثير عن جد والله اسف احنا اجينا بدنا نصور على اساس معهم فيديو بس ما بعرف من وين تركنا والله العظيم يعني ما بس دقيقتين بس دقيقتين ما بعرف حتى على فكره حسام كثير متضايق يعني انا اذا بفاجئك حسام شوف قديش حسام متضايق جانا والله يا جماعه يعني حتى حسام حس انه انت ما بصير متضايق انت؟ لا والله بالعكس لا الله يعطيكم العافيه ماني متضايق انا ما بصير طارق انت على فكره اليوم ما بعرف شو بك ما بعرف انت مو طبيعي والله مو طبيعي ما في يعني لا انت تصور ما بعرف بس انت فيك شيء اليوم ما في لو وقفت كاميرا بس لا ما في يعني ليش لا ما عن جد اليوم لا ما بعرف كيف صاير ما بعرف ما بعرف حكيكم كان كثير غريب هيك معنا وكل فيني شيء اليوم في شغله حكي عادي طبيعي في شغله بجوز احيانا بجوز عن جد ماي ما تعجبهم كمان مثل ما قلت البيت مكركب نحن مشان الاولاد والله مو مشان ايه في اولاد وكذا لك هي كلمة طلعت معنا يعني ما انه يعني احنا بنحب انه يعني انا بعرف حتى عائلتكم وحتى عائلة يعني حسام كلياتنا بنحب انه هيك خلص فيديوهاتنا بسيطة وعفوية يعني شغلة طلعت معنا بسيطة وعفوية يعني يعني مصور سوا اول مرة وهيك انت جاي نزل فينا صرخ من اول ما جيت ما بعرف ما بعرف انت شو رأيك؟ هذا الفيديو ما فيه شيء بالعكس حلو كثير ما بعرف يعني والله شيء غريب حلو كثير حلو كثير بس يعني شك على راحتك تصور عن جد لبتك انت اللي خلص خلص بس ما يعني انتوا رجع يا الله طيب عم اشتغل الزلمه طارق شوفك يعني يا جماعه رجع مروان تركنا وراح المطبخ قديش قلنا له بس رجع راح المطبخ يكمل الطبخ يعني معناته طارق اليوم انت ما رح تاكل يا ما جوعان كثير انا برايي خلص ما في داعي اذا يعني ما بده يتكلم ما رح ناكل بالضبط يلا ثانيتين وجايين ناكل طب اصبروا طولوا يعني انا ما بدي احكي معكم يا جماعه حسام رولا بالله العظيم طب بس انه افردوا وشكم شوي يا جماعه يعني شو عم نعمل ما بعرف ما بعرف حاسكم هيك مع بعضكم انت اللي مو مع بعضك اليوم لك بالعكس كثير طبيعيين طالعين اليوم وهيك يعني صراحه كثير مستفزين اليوم لا 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 حتى صدقوني نحن كثير مبسوطين اول مره عم نصور هيك كلياتنا نحن ثلاثه قديش صرنا عم نقول بدنا نصور كلياتنا مع بعض عن جد في شيء زعجك اليوم ما بعرف صرنا زمان عم نخطط بدنا نصور نحن ثلاثه مع بعض وما كانت يعني اول مره بتزبط معنا فنحن كثير مبسوطين ونحن مبسوطين انا عن جد كثير انبسطت انه هيك كلياتنا مع بعض وهيك كثير مبسوطين كثير بس انتم شكلكم مزعوجين يا جماعه مو مزعوجين هو مو مزعوجين بس يعني انه الحركه اللي عملها مروان يعني بصراحه ما كثير حلوه اي حركه ما تركنا وراح المطبخ يعني والله يشتغل بالمطبخ يعمل الطبخات هي يا طارق الله يخليك عم يشتغل بالمطبخ ما بدي احط بقى غدا يظبط الموضوع شباب ما بس يا اما جوعان يا اما معصب يا اما فيك شيء ما بعرف عادة اليوم كان صاير معه شيء الصبح لا بالعكس كثير هيك عادي يعني نحن كثير عم نحكي حلو بس انتم كثير عم تتضايقوا صايرين يا عن جد معقول هنا صارين نقوزين ها؟ ايه يمكن والله يمكن حق علينا يمكن حق علينا هيك اصلا على كل حال طب والله معلش بس اسكتوا شوي بس نحن نكمل الفيديو تبعنا نسكت كمان والله اسكتوا شوي نحن عم نحكي عادي عم نحكي عادي يعني عن جد بدنا نصور بقى يا الله يا الله رغد رغد لو سمحتي يعني سكتنا حسام ولا حتى احكي انت بعد اذنك خلينا ناخذ صور بس نصور الفيديو تبعنا ما بدنا نفتح كاميرا طارق مين شايف اليوم؟ لك يا جماعة والله ما في شيء بس نصور من الفيديو يطلع حلو يعني انتو كلكم عم تحكوا يعني بننبسط كرمال الفيديو تبعك نسكت كله مو كرمال الفيديو كرمال المتابعين ينبسطوا نحن شغلة جديدة عم نعملها انه شغلة هيك مع بعضنا كثير بتكون حلوة دائما المتابعين بحبوا يشوفوا دائما الناس عم تحكي وشيء طبيعي خليك طبيعي ايه ما في داعي ستريس وكذا بالعكس بيطلع فيديو حلو لك لا بس انت عم تحكي بمواضيع برا يعني شو انه ميلا وسيلا وما بعرف شو فكرة صعبة بالمونتاج هيك صعبة؟ صعبة كثير بالمونتاج نقطة شعر اليوم
شوفي مروان بعدين تركي مروان لساته بالمطبخ. يا مروان يا اخي يا الله ما بعرف غريب شو لا تاخذونا يا احلى عالم بس يعني ما بعرف العالم اليوم معصبين شوي كانه كلياتهم هيك بالفيديو دائما كل كلمه عم نقولها اي بس ما انجاز الجو كثير حلو والفيديو كثير نحن مبسوطين فيه عن جد كثير مبسوطين بجمعهم هن ما شكلهم كثير مبسوطين ما بعرف بس نحن عن جد مبسوطين هن كثير مبسوطين معهم ما بعرف يعني هيك حلو الفيديو ما مبسوط انا كثير عاجبني الفيديو كثير وبنتمنى انه انتم عن جد كمان كثير تكونوا مبسوطين يعني ما بعرف ما بعرف كأنه هيك مضايقين كأنه ايه متضايقوا منا ما بعرف ليش مو بكل اسكت هاي سكتنا خلص خذي راحتك بدنا نعرف نصور لانه ايه ما فيها شيء ايه خلص ايه مشان ما نحكي كلياتنا مع بعض وهيك يلا يا جماعه على الاكل يلا اخيرا ثانيه لا تجوا حسام ولا لا تجوا ليه؟ شو هذا الاكل؟ يعني لو طلبتوا لنا دليفري مو كان احسن؟ ليه؟ لا لا يعني اول مره هيك سوينا بس ان شاء الله انه اول مره بتجي بالضبط بس ان شاء الله مره شيء يعني هلا ذوق بالعكس الجماعه كثير متعزمين لو طلبوا دليفري مو كان احسن؟ ايه فعلا كان احسن ما بعرف هلا لا هيك كثير لا جد هيك يعني ما بعرف انت عم تصور او شيء ما بعرف يعني انا حابب الاكل اللي اكل واللي ما حابب يعني لانه هذا الشيء ما بنزل يعني شوي يا جماعه شبكون لا ما فيها شيء انا مصور فيديو عفوا نحن عفوا بس انه لهالدرجه يعني بدل ما تقول الله هذا فوق العفوية هذا العفوية كلها العفوية كلها راحت ما عاد في عفوية بالموضوع هلا على كل حال ما بعرف يعني وما في شيء من واجبكم بس انه يعني موجود ما بعرف شو رايك شو رايك انا برايي برايي حرام وانا ما طلع انا ما فينا نطلع فيه حسن كلها طب معلش تجي شوي ما تجي شوي قبل ما ناكل بس تجي شوي صغيره بنحكي لكم قصه كمان لا 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 جد بنحكي لكم قصه صغيره سبرت الاكل وتقعد تحكي كمان علينا لا 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 قصه على السريع قصه على السريع يا جماعه بنعرف احنا كنا كثير غلط كثير غلط بس شوفوا لا استنى لا تقلي مقلب لا هو قلي المقلب حذري لانه نحن اليوم كانت اول جمعه لنا فحبينا تكون شغله مميزه والله بدنا نعتذر منكم لانه شوفوا هلا بعدين انتم حتتوقعوا نعمل فيكم مقالب بس اليوم اكيد ما توقعتوا انا ما توقعت لانه اول مره بصراحه لا لا اول مقلب ابدا اخذ حقي انا مش طياره هذا مو معلب ابدا هذا مو معلب لا عم تطلع على الاكل عم بقول لمروان اطلع في شو بده لهالدرجه يعني لا 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 بس بجد بالعكس رغد ومروان عن جد بالعكس شكرا لكم البيت بيجنن بالعكس نحن عم نمزح عن جد بيتكم مرتب وما شاء الله عليكم رغد لا تزعلي منا نحن عم نمزح مش الحال ما خلص قلتوا مقلب اخذت حقي بدك تقنع بس هي حامل وعلى الاكل يسلم ايديكم الاكل مبين بشهي وبجنن الله يسلم ايديكم حسام ورولا لازم ما تزعلوا منا رولا انت رفقتي يا رفا بينك وبين هي الشغله لا تزعلوا منا بدك تعطيني حصتك بالاكل اوه لا هيك خلص انا بلا اكل اليوم صعب رح اكل بتغوي بالقلب فصعب عجبني ان شاء الله يلي بدي اقول لك يعني اقول لكم انتم اثنين كمان ان شاء الله ما قلق والله ما قلق وليه انا شوفي انا وياكي فتحنا على حالنا بابا اللي نحن بنلف فيه صار يفضل في عشتي صحيح والله عملنا مقلب فصار ولا مقلب هون يا خافي هن الاثنين يجتمعوا يعملوا فينا مقلب حسام ولا رغد مروان اسفين مره ثانيه على المقلب بس عادي بسيطه بتموت عادي بتصير بس نحن اللي كنا حابينه نحن اللي كنا حابينه انه اول جمعه بيناتنا يكون الفيديو قوي يكون مقلب الفيديوهات اللي جايه يا جماعه حتكون احلى واحلى حيكون في تحديات فلوقات صح يا جماعه اكيد يا جماعه كمان حيكون في مقالب لا يا سلسله قويه هذا تهديد مباشر لنا وقبل ما ننهي الفيديو بدنا نطلع تعليق من التعليقات فاطمه من لبنان وانتم لا تنسوا تعلقوا تحت هذا الفيديو عشان تطلعوا بالفيديو اللي جاي هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو تبع اليوم واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه عشان عائلتنا تكبر اذا حبيتونا حطونا لايك كومنت شير وسبسكرايب باي